مسرح الهواة، أقول مسرح الهواة لأنه فنه كان في المسرح لا يحص لا يحصى ولا يعد. في مسرح الهواة للأندية السينمائية والجمعيات الثقافية، وكان من مؤسسي كذلك مسرح الدراسات حول العالم الإسباني بمدينة العرائش. شارك في عدة مسرحيات وعددها كبير. بدأ كتابة القصة القصيرة في منتصف سبعينات القرن الماضي. نشر أول عمل بالمجلة الأسبوعية بالوطن العربي الباريسية سنة 1978، كما نشر في عدة مجلات وجرائد كالبيان المغربية ومجلات الثقافة العربية الليبية، بالإضافة إلى مجلات الوطن العربي. شارك في عدة ملتقيات وأنشطة ثقافية كمحاضر وقارئ ومشرف. صدر له منشورات يوميات الحجازية سنة 2020، ورواية أشقر أسود سنة 2022، إلى غير ذلك من الأعمال والأنشطة الثقافية التي لها وزن ثقافي في الميدان المعرفي. وسيصدر عنه كذلك قريبا، ستصدر عنه مجموعتان قصصيتان وكتابات من أدب الرحلة. هذه أعمال متميزة تسعى إلى نشر رسالة تحمل في طياتها حكايات وشهادات ونصوص دونتها ذاكرة كاتب لتغني الفكر الأدبي والثقافي والاجتماعي. هذا هو الأستاذ والمهندس والكاتب والقاص السيد عبد الناصر مبشور، مفخرة مدينة العرائش ومشرف أول لصالون الإبداع لجمعية بيت المبدع، فأهلا به ومرحبا.